سنة حضراتكم طيبين وبخير وسعادة وهنا يا رب. معاكم مريم من قناة أكلة بنفسي. وزي ما شفنا في بداية الفيديو دي احتفالات رأس السنة في أتينا، دايما بيبدأوا برأس السنة بضرب الألعاب المهرية التحفة، كانت جميلة جدا بجد وحاجة كده مميزة. وهنا ده جزء برضو من احتفالات أتينا برأس السنة وأعياد الميلاد. كل شارع أتينا بتتزين وكل محل في أتينا بيتزين وبيتفنن في أنه يعمل ديكورات وأشكال حلوة لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد، بجد تحفة. وكمان نزلت لكم السنة اللي فاتت برضو أجزاء كتيرة من احتفالات رأس السنة وعياد الميلاد في أتينا، هسيب لكم كل رابط في صندوق الوصف مع قائمة تشغيل لجولات في جزر أتينا وشواطئ أتينا، يعني جولات في أتينا عموما عشان تتعرفوا معايا على بلدي التاني اليونان. زي ما قلت لكم دايما وبحكي لكم دايما، بلد جميلة هادية متميزة، يعني نحس كده فيها روح، فيها روح مصر، روح اسكندرية، لأن أغلبهم يعني الناس الكبيرة فيهم كانت عايشة في اسكندرية. طبعا بلد طبعا من حوض البحر المتوسط، زي ما بقول لكم بلد حتى في مطبخها يشبه الذوق المطبخ المصري جدا جدا، أو يعني يعجب الذوق المصري جدا. ما عندهمش الأكلات الغريبة أو المكونات الغريبة اللي بتبقى في الأكلات اللي بنسمعها زي مثلا المطبخ الآسيوي. هنا ده كل ده محل واحد متزين، يعني عامل ديكورات حلوة جدا جدا لجذب الناس، فكرة حلوة طبعا منه، فكرة ترويجية جميلة، وكمان مدي منظر حلو جدا في أتينا ومديها روح وحركة. احنا هنا رحنا طبعا قبل ساعات قليلة من رأس السنة، فكل الناس كانت مقفلة طبعا، وكله في بيوه في البيت او الحفلات او نازلين يحتفلوا برأس السنة في الاماكن العامة الكبيرة اللي هي بتعمل العاب نارية زي ما شفنا في بداية الفيديو. بجد يعني زي ما بقول لكم عياد هادية، الحمد لله عدت بخير، عياد هادية ما فيش اي مشاكل الحمد لله. يا رب تكون سنة خير وسعادة على الجميع وكل الناس يا رب، كل عالم يا رب تحقق كل احلامها وامانيها في السنة الجديدة، ويرجع الاستقرار للعالم كله، ويعني يخف الخوف من الوباء المنتشر ده يا رب، او ينتهي خالص، يا ريت نتمنى انه ينتهي. بس الحمد لله يعني كل يعني الاطباء يعني مدينا امل كبير انه خلاص ان شاء الله في امل ان ترجع الحياة الطبيعية زي ما كانت. يا رب يا رب بنتمنى ويكون العالم خالي من كل الامراض وكل اي حاجة تقلق الناس او تخوف الناس. يا رب يكون يعني سنة خير وسلام على العالم كله. يعني بجد زي ما استمتعنا كده في هدوء احتفال رأس السنة، وده مش طبيعي ان شوارع أتينا طبعا تكون هادية كده في رأس السنة، بس بصراحة يعني عشان موضوع الوباء ده كان كتير او مازال كتير، اعداد كتيرة جدا جدا بالنسبة لهنا، البلد صغيرة، الناس كان يعني نصها تعبان ونصها خايف، والحمد لله يا رب حد دلوقتي يعني نقول الحمد لله بخير، احنا بخير شوية، يعني ربنا يستر ويكمل الشفاء لأي حد مريض ويعد علينا الوباء ده. تعبنا 3 سنين، يا رب يعد علينا الوباء ده بخير، خلاص كفاية تعبنا، والناس ترجع لحياتها الطبيعية والعالم يرجع لحياته الطبيعية. بجد المحل ده يعني محل الحلواني ده متميز جدا جدا، عمل روح جميلة جدا في أتينا، عمل مجسمات لبرج إيفل وساعد بيج بن في لندن وتمثال الحرية، حاول يعني يغير جو الخوف ويكسر الخوف عند الناس وخليها تتشجع تخرج وتتفسح في الأعياد ورأس السنة. بجد كان يعني عامل شغل حلو جدا، فرح الناس كتير جدا، يعني اهو برج إيفل. وغير كده ده كان فيه حاجات كتيرة تانية على اسطح العمارات اللي حواليه واعلام يونانية، وكلها عاملها مجسمات والاضاءة كانت حلوة جدا. يعني بجد محل يعني بحييه جدا على الفكرة دي. وكمان شوارع أتينا برضو اتزينت وكانت في انتظار العالم العام الجديد،
بكل يعني بكل أمل، وإن ربنا يكون عام سعيد على الجميع يا رب. يعني تاني يوم أو تالت يوم، تاني يوم بداية السنة كان الجو كويس جدا، حلو جدا. حبينا نطلع للطبيعة بقى، نغير نطلع جو من جو قتينا شوية، جو العاصمة طبعا دايما انتوا عارفين بيبقى زحمة وتلوث وكده، فلكن في الطبيعة يعني بتجدد النشاط بجد. يوم ممتع كان، والغريبة ان السنة الوحيدة اللي يكون فيها الجو كده في رأس السنة، دايما رأس السنة بتبقى مطر وبرد وتلج وحاجة غريبة جدا. السنة دي جو يعني متميز جدا جدا جدا، يعني تميز جو تحفة تحفة. يا رب يكون يعني دي إشارة من ربنا ان خلاص الخير جاي، الخوف بدأ يروح، الأزمة بدأت خلاص يعني بدأ لها حل كده. يا رب بجد كانت انا حاساها إشارة ان خلاص العالم هيرجع لحياته الطبيعية، لان الجو زي ما انتم شايفين ده مستحيل يكون جو قتينا في رأس السنة، ده شمس من غير غيوم، الناس حست نفسها في الصيف طلع للأماكن الطبيعية. هو دي منطقة بحيرة صغيرة بس بجد كانت تحفة. يا ريت ممكن تشتركوا وتفعلوا زر الجرس واللايكات الكتير للفيديو عشان ترفعوا وشوفوا غيرك، وكل سنة حضرتك.